اهلا بكم بموضوع جافا سكريبت عامه. موضوع الفيديو هو ان نستخدم السبريد اوبريتر او عامل الانتشار بالاري، فلنقوم بذلك. فمثلا اذا اردنا مثلا ان اذا كان لدينا هنا اري واحد، وهذه الاري فيها قيمه واحد اثنان ثلاثه بهذا الشكل، ولدي ايضا اري اثنين، إذن هذه قيمة array 2 فيها 3 أو فيها 4 و 5 فقط. فأنا أريد أن تكون array 3 فيها قيمة array 1 وأيضا قيمة array 2. فكيف ذلك؟ فبكل بساطة أنشئ array 3، أفتح square brackets وأقوم بتفكيك أو تحليل الarray 1 هنا، وأيضا أقوم بتفكيك أو تحليل array 2. والآن array 3 ستصبح فيها قيمة array 1 وarray 2. فإذن بهذه الطريقة يمكن أن نحصل على قيمة الarray 1 وقيمة الarray 2 بداخل array 3 باستخدام هذه الثلاث نقاط التي تسمى هنا spread operator أو عامل الانتشار الذي استخدمناه بالarray. وفي وقت مسبق استخدمناه بالobject، فعودوا لفيديو استخدام spread operator بالobject حتى أيضا تتعلموا عنه. فإذا نلتقي لاحقا، مع السلامة.